أهلا بكم مشاهدينا في سؤال جريء. حلقتنا لهذا اليوم هي عن أحداث عين شمس. هل هي مجرد حدث استثنائي ليس له أي دلالات، أم أنه عبارة عن أعراض مرضية توحي بكراهية مدفونة واضطهاد مستمر للمسيحيين في مصر؟ هل هي نتيجة احتقان طائفي متبادل بين المسيحيين والمسلمين، أم أن جذور هذا التوتر موجودة في الشريعة الإسلامية لوحدها؟ هل الإسلام بريء يا ترى مما يفعله المسلمون تجاه المسيحيين في مصر؟ في نفس الوقت نريد أن نناقش الموضوع من وجهة نظر قانونية أيضا. ما هي القوانين المنظمة لبناء دور العبادة في مصر وفي البلدان الإسلامية بصفة عامة؟ هل هي عادلة وتعامل المسيحيين والمسلمين على قدم المساواة، أم هي تميل لصالح المسلمين على حساب المسيحيين؟ وهل أحداث عين شمس كانت مجرد اعتراض على كنيسة لم تحصل على ترخيص قانوني، أم هي محاولة لمنع المسيحيين من بناء المزيد من الكنائس؟ لا أريد أن أكون كمن يصب الزيت على النار، ولكن في نفس الوقت لا أريد أن نكون كالنعام ندفن رأسنا في التراب. معي هنا الأخ أحمد، أهلا بك. أهلا بك أخي حبيب. وأيضا سيكون معي على الهاتف الدكتور نجيب جبرائيل، أتمنى يكون يسمعني. الدكتور نجيب أهلا بك. أعتقد الدكتور نجيب. أيوة أنا سمعك. سمعني رشيد. تفضل، كيفك؟ الحمد لله. إزاي حضرتك وإزاي الأستاذ أحمد؟ أهلا بك يا مستشار. وأيضا حيكون معنا الأستاذ أشرف إدوارد، أتمنى يكون معنا على الخط أيضا، أهلا بك. أهلا بك يا أخ رشيد، معك على الخط، سمعك كويس. طيب خلينا نبدأ أولا بمقطع فيديو يوضح بعض الأمور أو الأحداث التي حدثت حتى يكون المشاهد يعرف ما يدور، وأعتقد أن الكثيرين منا تابعوه على الإنترنت وعلى الفضائيات وعلى مواقع كثيرة. فنشوف الفيديو ثم نأتي للأسئلة. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم، احنا دلوقتي في منطقة عين شمس وبنرصد غضب وتجمهر مسلمين عين شمس في محاولة للاعتداء على كنيسة الأقباط بمنطقة عين شمس بعرب الطويلة. حدث شارع توفيقية، حصل هجوم بين يعني حصل اشتباكات ما بين الشرطة وما بين المسلمين، وفضت الاشتباكات ونحن بنرصد طبيعة الأوضاع من خلال بعض المواطنين الأقباط داخل المنطقة. عايزين نعرف اللي حصل بالظبط بالنسبة للمبنى ده. حصل طبعا احنا صلينا القداس، طبعا ابتدينا الساعه 7 الصبح، خلص ممكن حوالي الساعه 10 ورب. صلى القداس قدست البابا الانبا منكياس وابونا حنة وابونا مرقص. فبعد كده طبعا بعد ما خلص القداس قعدنا في الكنيسه يمكن الساعه 2 او 2 ونص، وبعد كده لقينا جمهور حوالي 10,000 وشخص من العرب وعزبة عاطف، وابتدى بقى رشق بالحجارة والطوب وكسروا الإزاز كله بتاع الكنيسة وحاولوا يهجموا علينا عشان يدخلوا علينا جوه الكنيسة. فاحنا طبعا تصدينا في البيبان من جوه، قفلنا البيبان وتصدينا ورا البيبان وتحمينا الحاجات دي كلها، وبعد يعني ربنا عاوننا وساعدنا ووقف معانا. يعني طبعا عايزين نعرف المبنى هذا، يعني هل هو حصل على ترخيص؟ طبعا هو مبنى عادي، يعني مبنى عادي ما فيهوش قبة. المسلمين في المنطقة رافضين ان كنتوا تصلوا في الكنيسه، احنا عارفين ان المنطقه يعني المبنى ده بيخدم يمكن اكثر من 14,000. المنطقه هنا عزبه عاطف وعزبه معروف فيها اكثر من 14,000، ومن زمان بنصلي وبنخدم في شقتين متواضعين الحال، ضيقين جدا. والمكان دوت كانت الشعب الكنيسه اشترى المكان، ومكان يصلح للكنيسه، وبعد ما ابونا شاف المكان ووجد انه اشتروه امتى؟ اشتروه من حوالي 6 سنين، من 2003 من شهر 10 2003. من 6 سنين اشترينا المكان دوت، ومكان اشتريناه بعقد بعقد ومسجل ولينا ملكيه خاصه فيه.
فلاحظت باسم الكنيسة باسم قداسة بابا شنودة. ما هو احنا بنتعجب، احنا دلوقتي احنا هنصلي ونطلب بالصلوات ومكان عبادة، احنا مش رايحين نفتح كباري ولا رايحين نفتح نادي ليلي ولا ده، احنا رايحين نفتح مكان عبادة ونصلي فيه، نطلب رحمة ربنا يرحم مصر واللي فيها من الغباء اللي موجود ده والتخلف. ليه كده؟ ليه احنا في غابة؟ احنا بنرجع لورا، بنتخلف ولا بنتقدم؟ احنا كده بنواكب العصور القديمة، العصور الحجرية. ايه اللي احنا فيه ده؟ ده العالم كله بيتفرج علينا ويبص ويتفرج على ايه اللي بيحصل. نسبة التخلف عالية، احنا كده بنتقدم ولا بنتخلف لورا؟ مكان عبادة، ايه المانع ان انت تخليني اصلي في مكان عبادة في ملك الخاص انا مشتريه؟ انت مش دافع لي حاجه من جيبك، انت مش بتصرف عليا، ده حاجه انا من جيبي انا. احنا لمين ومكان بنصلي فيه؟ في اكتر من كده؟ نعم، هذا جزء من الاحداث التي حصلت، ونشكر موقع الاقباط متحدون. طيب نبدا بالدكتور نجيب جبرائيل، ايه تعليقك دكتور نجيب؟ بدايه ان بنتهز هذه الفرصه لاهني اخواتنا المسلمين في العالم قاطبه وفي مصر الفصولين الحبيبه بعيد الاضحى. اولا سيد رشيد، انا اتناول هذا الموضوع من زاويتين، الزاويه الاولى زاويه قانونيه والثانيه زاويه حقوقيه. من النقطه الاولى، على افتراض ان هناك مخالفه قانونيه، على افتراض ان هذا المكان غير مرخص، اي لا يوجد ترخيص بهذا المكان ليعد مكانا لدور العباده، نتساءل من الجهة المنوط بها إيقاف أو غلق هذا المكان وتحرير مخالفة؟ القانون هنا 176 اللي بيحكم مخالفات البناء بيعطي هذه المخالفة أو الجهة التي تحرر هذه المخالفة الحي أو البلدية أو المحافظة. ولكن يبقى السؤال، من الذي استمد أو من أين استمد هؤلاء الغوغائيين تلك القوة والهجمة الشرسة ليهجموا على المكان ويمنعوا المصلين من أداء ممارستهم وصلواتهم؟ وأيضا أنه من المؤسف أن الاتهام الموجه إلى من قبض عليهم بواسطة الشرطة ليس منع أناس من الصلاة أو التعدي على دور عبادة، وإنما وجه إليهم فقط تجمهر وإتلاف. وكان من المفترض أن هناك مادة تسمى المادة 98 مقررة من قانون العقوبات تحاكم وتجازي على من يعتدي أو يمنع أداء شعائر دينية. إذن هل لو شعر أولئك الذين يرتكبون أو اعتادوا مثل هذا الهجوم الغوغائي كما حدث في قرية بنها في العياط والعديسات في الأقصر والأسكندرية أنهم سوف يقدمون إلى المحاكمة بتهمة ازدراء دين أو التعدي على أداء شعائر دينية كما هو منصوص في مواد قانون العقوبات، فما كان لأولئك أن يكرروا مثل تلك الأحداث؟ إذن المسؤولية من الناحية القانونية في من وجهة نظرنا تقع بالأولى على الدولة والحكومة وليس على المعتدين فقط. طيب. وأيضا نتساءل، ما هو موقف المؤسسة الدينية الإسلامية مثل مشيخة الأزهر؟ ونحن نحترم شيخنا الجليل الدكتور محمد سيد طنطاوي، لماذا لم تصدر مشيخة الأزهر بيانا أو فتوى من دار الإفتاء توضح فيه موقفها وتحرم هذا الاعتداء على الكنائس أو دور العبادة، باعتبار أن دور العبادة وأن المسيحية هي من الأديان المنصوص عليها في الدستور المصري خاصة؟ طب دكتور نجيب معليش خليني أسأل الأستاذ أشرف إدوارد، كنت من الأول يعني مواكب للأحداث، هل ممكن أولا تشرح لنا إيه اللي حصل؟ لأنه سمعنا الكثير، سمعنا أنه كان هناك مسجد مقابل هذه الكنيسة، ودا اعتبر استفزاز للمسلمين، ليه تبنى كنيسة أمام مسجد؟ وثانيا يعني كان شيء يعني غير مرخص له أنه تقام كنيسة في هذا المكان، فتفضل الأستاذ أشرف إدوار. ألو، بداية أخ رشيد أحب أمسي عليك. أيوة، بداية أخ رشيد أحب أمسي عليك وأمسي على الأخ محمد الاستوديو، وأمسي على دكتور نجيب. وأبدأ حديثي بسلام ونعمة على كل
الناس وكل إنسان يعيش على وجه الأرض. نعم. رسالة المسيح رسالة سلام. رسالة المسيح رسالة سلام. وليست رسالة موجهة لشخص بعينه وإنما موجهة لجميع البشر. بداية الأحداث أنا في يوم 23 يوم الحد اللي حصلت فيه الأحداث فوجئت التليفون بيقول لي في ده في مظاهرة جديدة في شارع التوفيقية في منطقة عين شمس اعتراضا على إقامة صلاة يوم الأحد بكنيسة في ذلك الشارع. لذلك توجهت أنا ومجموعة من الزملاء المحامين سريعا موقع الحدث ووجدنا الحدث بالفعل ويمكن بعض من اللقطات اللي شفتوها كانت من خلال رفع الزملاء المحامين لهذه الأحداث. حصل بعد كده إن احنا توجهنا إلى موقع الحدث لقينا مجموعة من ضباط الأمن وعساكر الأمن المركزي داربين كربين حوالين الكنيسة ومنعين أي شخص من الوصول إلى داخل الكنيسة. انتهت المشكلة على الساعة 9:30 توجهت المجموعة المحامين وأنا من ضمنها قسم البطارية لاتباع الموقف لأن ما كانت ساعتها الموقف طيب. يعني مش محددين بالذات. هل 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 صحيح ما قيل انه هذه طيب الاستاذ اشرف هل صحيح ما قيل انه هذه الكنيسه بنيت امام مسجد كاستفزاز للمسلمين؟ لا 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 معلومه مغلوطه يمكن المعلومه الصحيحه المسجد كان تحت الإنحاء يعني المسجد حضرتك لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها مسجد تحت الإنشاء يعني لسه حتى المسجد لم يكتمل إنشاؤه إنما الكنيسة موجودة من 7 سنين اللي يثبت هذا الكلام العقد المسجد باسم قناة بابا شنودة من 6 سنين الجامعة لسه ما أصبحش محدد الصلاة بالفعل. طيب استاذ رشيد طيب كان عندك حاجه الدكتور نجيب استاذ رشيد يعني انا بستغرب وانا بنتهش ان الكنيسه قد تكون يعني او يتصور البعض انها اذا بنيت امام مسجد تكون محل استفزاز. نعم. هل بناء الكنيسه هو هل قام المسيحيين ببناء نادي للقمار او مكان للكباريهات او للرقص زي ما قال احد المعلقين؟ نعم. انا عاوز ارجع حاجه مهمه جدا، لابد ان نرجع الى المرجعيه العقيمه التي يعيشها الاقباط في ظل انهم يحكمون في بناء كنائسهم في بوجود خط هنيوني عقيم صدر من 160 سنه من 1856 من أيام العصر التركي، بينما المسلمون ينعمون بقوانين عادية وليس قوانين استثنائية. وإذا قلنا أنه لا يجوز بناء كنيسة أمام مسجد فيرجع هذا إلى الشروط 10 الذي وضعها وكيل الداخلية التركي العزبي باشا بأنه لا يجوز بناء كنيسة أمام مسجد. إذن آن الأوان لكي تصدر الحكومة قانون موحد لبناء دور العبادة. وإنني أتفائل، لماذا هذا القانون قابعا في مجلس الشعب منذ 3 دورات أي منذ 15 عاما ولم يرى النور بعد؟ ومن المتسبب؟ طيب. وهل هناك إحداث نوع من التوازنات؟ وإنني وكل مرة نأخذ الوعد تلك الوعد بأن هذا المشروع سوف يخرج إلى النور. طيب دكتور نجيب نحن نحتفظ بالذكرى 60 حرجع عليك الدكتور نجيب بعد ما اسال اخوي احمد، انت مصري واعتقد انه الاحداث بتمسك شخصيا في مشاعرك اكثر من اي شخص تاني، يعني فايه احساسك؟ هل دي اول مره بتحصل كده يعني ام ده تكرار يعني وصار نمط معتاد تجاه الاقباط في مصر؟ الحقيقه اخ رشيد يحزنني ان اقول لك ان ديت مش اول مره تحصل، وللأسف برضو مش هتبقى آخر مرة تحصل. التعود المسلمين في مصر على إنهم يهبوا هبة واحدة بمجرد إن حد بيقول إشاعة أو يقول كلمة
ضد أي مسيحي أو نصراني زي ما بيسلموه. أنا فاكر وأنا صغير في اسكندرية عندي 7 سنين قامت خناقة بين واحد بتاع فول وواحد بتاع موبيليا، بتاع الفول مسلم وبتاع الموبيليا مسيحي. وأنا مشيت في الشارع بعد ما الخناقة فضت شوية وأنا بقول لك إن رجلي تخضبت بالدماء وكانت كلها دماء مسيحيين. الكلام ده كان في الأسكندرية وأنا عندي حوالي 7 سنين. اللي بيحصل ده ما هواش أول مرة يحصل، قبل كده حصل في الصعيد. شفنا إيه اللي حصل في الكشح، اللي حصل في العياط، اللي حصل في الجيزة، اللي بيحصل كل يوم والتاني في اسكندرية، اللي بيحصل أمام كل كنيسة. واحد بس عايز يعمل اجتماع صلاة في بيته، تبص لي أهل البلد قاموا عليه عشان دول عايزين يبنوا كنيسة. طب يا أخي هم بيبنوا كنيسة، أنت مالك؟ أنت تروح تبقى تقدم بلاغ والحكومة هي اللي تصرف؟ لا، تبص تلاقي شوية عصبجية وبلطجية جايبين العصي والسنج والسكاكين وجايين يكسروا الدنيا. هو ما فيش، سامحني أسألك، أنت بتعرف مصر أكتر مني، وما فيش قدام مثلا بعض الكنائس بنيت عمدا مساجد قدامهم وعملوا ميكروفونات عليهم وحاجات زي كده؟ طبعا دي أول حاجة بتتعمل أول ما يكون في كنيسة، في أحد الأثرياء مثلا المسلمين أو حاجة زي كده، يجي يشتري عمارة يحط فيها جامع لحاجتين: أولا عمدا ضد الكنيسة عشان يشوش على الكنيسة، وخصوصا أيام الأحد وأيام السبت وقت صلاة العشية ووقت صلاة القداس يوم الأحد، أو كمان عشان ياخد منافع من الحكومة. أنا بغض النظر عن أهدافهم وإيه اللي بيعملوه، هل في حد بيمنعهم لو عملوا كده قدام كنيسة؟ لا طبعا. لا طبعا، لأن العرف يقول إنك ما تهدش جامع أو ما تقفلش باب جامع. إذا كان الجامع ده بقى مرخص ولا غير مرخص، بالحقيقة المكيال هنا بمعيارين. طيب خلينا نتوجه للمشاهدين أيضا في كل مكان، لو حابين تشاركونا في هذا النقاش ابعتوا إيميلاتكم على الإيميل اللي حيظهر بعد شوية على الشاشة، ممكن تبعتوه وتشاركونا آراءكم. هل اللي بيحصل في مصر ده اضطهاد ممنهج ضد المسيحيين، أم مجرد أعراض صغيرة بسيطة بيضخمها المسيحيون ويجعلوا من الحبة قبة زي ما نقول؟ فهل هذا يعني اضطهاد أو مظهر من مظاهر الاضطهاد أم مبالغ فيه؟ وهل تعامل المساجد بنفس الطريقة اللي تعامل بها بناء الكنائس في البلدان الإسلامية؟ نعود لكم بعد قليل نشاهد هذا الفيديو، فيه اتصال مهم من أحد أعضاء مجلس الشعب في مصر مع قناة المحور. المطرية دايما بتعيش نسيج واحد مسلمين ومسيحيين، وهنا عائلات كلنا عايشين مع بعض، مفيش اي نوع من انواع الفتنة، الا اننا فوجئنا بمجموعة من الاخوة المسيحيين في مبنى قديم يصلون فيه دون اي يعني مفاجأة في الحقيقة. ولكن حضرتك احنا نسيج واحد، ما زلنا حتى الان نسيج واحد. المكان ده مش كنيسة، ده مبنى قديم كان يصنع فيه ملابس نسيج. ما انا فاهم، وصاحبه تركه فترة من الزمن. ما انا فاهم، بس ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان يصلي فيه حد؟ نعم، ايه المشكلة ان يصلي فيه حد؟ مصنع قديم مصنع جديد. كنايس كتير يا استاذ معتز. نعم، احنا عندنا كنايس كتير. لا يعني حضرتك ايه اللي مزعلك ان ناس تصلي فيه؟ لا انا مش زعلان حضرتك. امال؟ انا مش زعلان، لكن بقول فجأة ابتز الناس تصلي فيه. طب ودي حاجة تضايقك في ايه؟ تصلي فيه فجأة. ايه اللي يضايقك في كده؟ يا سيدي انا مش متضايق، انا يا استاذ معتز قلت لك انا متضايق. امال حضرتك ليه بتقول انه مصنع ولا يمكن يتحول الى وكر وما اعرفش ايه؟ لا انا ما قلتش يتحول الى وكر، انا بقول فجأة المسلمين اللي موجودين حوالين المبنى بتاع النسيج ده لقوا ناس بتصلي وناس بتقول الترانيم القبطية او المسيحية، فدي الفجأة، المفاجأة هي فجأة الناس. يعني افرض ما هو يا استاذ محمود معلش خدني على قد عقلي شوية. اتفضل. ناس في مكان مصنع او مكان قديم او منزل مهجور او خرابة حتى يا سيدي، وناس صلت فيه، ده يضايقك او يضايق اي حد في ايه؟ ده بيصلي عشان يعبد ربنا يا استاذ معتز.
يا أستاذ معتز أرجو أن تسمعني جيدا يا أستاذ معتز. تفضل. في مسجد بيتبني واتبنى منه دور قدام هذا المبنى، فالناس اعتبرت انه ده رد على إقامة المسجد. ما طول عمرنا يا فندم بنشوف المسجد قدام الكنيسة، ما حدش زعلان يا فندم. احنا عندنا كنايس بالثلاث اربع خمس ادوار، لكن فجأة كده قدام المسجد اتبنى الموضوع ده. طب يعني في اين التصريح وفين القانون وفين الدستور؟ لابد من احترام القوانين والدستور يا استاذ معتز، احنا في دولة مؤسسات. طيب اولا انا احب انبه مشاهدينا انه في لاسباب تقنيه بينقطع البث احيانا، فسنعيد بث هذه الحلقه مباشره بعد انتهائها مره ثانيه حتى يتمكن المشاهدون من متابعتها. طيب سمعت الاستاذ اشرف ادوارد، سمعت اتصال مع محمود السيد محمود مجاهد مع قناه المحور، ايه تعليقك على الكلام ده اللي تقال؟ انا بصراحه كرسيد يعني انا حبيبينه من الاخر، يعني انا مستغرب الاستاذ محمود مجاهد وعضو مجلس الشعب يمثل مواطنين المطريه وعين شمس، نعم، ويتحدث عن كونهما نسيج واحد، القبطي والمسلم نسيج واحد، وتساءل ماذا يديرك يا استاذ الفاضل يا عضو مجلس الشعب من اقامه كنيسه او عده كنائس داخل دائرتك الانتخابيه؟ ماذا يديرك ان يكون هذه الكنائس ثلاثه او اربع ادوار؟ ايه الضرر اللي عائد عليك؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، هو ربنا يقول بكلامه فوجئنا وانت قاعد مترصدني؟ يعني ايه فوجئت؟ وانت قاعد مترصد انت صح هيكون هنا مكان بالكنيسه او لا؟ يا سيدي يا سيدي، حضرتك عضو مجلس شعب تمثل عنصري الامه، مش عايز اقول عنصري، تمثل مواطنين المطريه وان كان. نعم. بالتالي لازم حضرتك تحافظ على الامن داخل منطقتك ودائرتك. طيب طيب هو يقول انه ده ما كانش اعلان عن الصلاه ولا اي شيء، فجاه لقوا المسيحيين يصلي. ياخذ اذن بيصلي، بياخذ اذن ولا ايه؟ تفضل دكتور نجيب، تفضل. الحقيقه ان المستفز ليس بناء كنيسه امام مسجد، وانما المستفز هو السيد محمود مجاهد عضو مجلس الشعب، ويؤسفني انه يمثل الحزب الحاكم او الحزب الوطني، وهذه لها دلاله عميقه ينبغي الامعان والتفكير فيها بعمق. يعني هو دلوقتي خليني اسالك بصراحه دكتور نجيب، كان يحتاج المسيحيون ان يقدموا طلبا حينما يريدون الصلاه؟ نمره واحد، بدل من ان يلوم المسيحيون عليه وان يملك من الصلاحيات الدستوريه ان يتقدم بطلب احاطه للسيد رئيس الوزراء عن سبب عدم ادراك قانون بناء موحد لدور العباده، بدل من القاء اللوم على المسيحيين. ثم ان هناك كثير من الزوايا والمساجد الاهليه تقام فيها الصلوات ليلا ونهارا ولا يوجد بها تراخيص، اشمعنى دلوقتي حبكت العمليه وقال لازم نحن ناخد ترخيص دلوقتي عشان نتقدم بالصلاه؟ هناك ملاحظه يقول انه عدد الكنائس، سامحني انا اعطيك سؤال، هو يقول انه عدد الكنائس كثير جدا. الصلاه مع عائل، يعني هي الصلاه محتاجه ترخيص او رخصه مني لاتقرب من الله؟ انا مستغرب ومستاء جدا، لان انا علشان اصلي واقول يا رب لازم اخد رخصه او ترخيص. وتعقيبا على دكتور نجيب، كون الاستاذ محمود مجاهد هو من الحزب الحاكم، انا فوجئت في واحده الصحف واحدى البيانات من السيد محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين يمكن قيام احد اعضاء الجماعه تحت المصلين داخل مسجد الكرد من الكنيسه بمنع اقامه الصلاه داخل الكنيسه. طيب طيب خليني انا ارجع عليكم، ارجع عليكم استاذ اشرف والدكتور نجيب. تعليقك اخ احمد، يعني سمعت واحد يعني متفاجئ بيقول لك احنا تفاجئنا وعدد الكنائس كثير، يعني وكانه انتم مش محتاجين كنيسه زياده، عدد الكنائس يفوق عدد المسيحيين يعني يكفيهم. هو الحقيقه احنا بنصلي من اجل مصر، وخصوصا لما يكون المتحدث
عضو مجلس الشعب من الناس المتحكمين في مصائر الناس في مصر، فاحنا بنصلي من أجل خلاص شعب مصر وينجيهم من الهم اللي هم فيه. دي أول حاجة. تاني حاجة، احنا ما شفناش أي مجموعة من المسيحيين تجمهروا ومسكوا الشوم والعصي لأن في إدبانة قدام كنيستهم جامع، حتى لو كان الجامع غير مرخص عمرها ما حصلت. والحاجة التانية، السيد بيقول أنه فوجئوا بالناس بتصلي. أولا هم ما فوجئوش بيهم بيعملوا عملية إرهابية، ما بيفوجئوش بيهم أن هم بيقيموا دعارة لا سمح الله. وإزاي فوجئوا وإذا كان معروف للمسلمين قبل أي حد أن للكنيسة طقوس، يعني لازم الكنيسة تكرس ولازم يحصل فيها طقوس معينة قبل ما يبتدي الصلاة فيها، وبتبقى على مشهد من الجميع وبيتعرف أن في حاجة زي كده. وبعدين الناس دول بيصلوا بيرفعوا بقرهم بيصلوا وصوتهم واطي، انت مالك بيهم وهم قافلين بابهم عليهم؟ فدي حاجة غريبة جدا. طيب انا بذكر مشاهدينا انه بيحصل انقطاع للحلقة الان اثناء البث لسبب تقني، فسنعيد بث الحلقة مباشرة بعد انتهاء البرنامج مرة ثانية حتى يتمكن المشاهدون من متابعتها ومتابعة الأحداث التي حصلت فيها. طيب والإيميل موجود أيضا، سنعرضه على الشاشة لكل من يحب المشاركة في هذه الحلقة، سؤال اعتراض تعليق سواء من مسلمين أو مسيحيين. طيب الأستاذ أشرف، يعني سمعت، تفضل كان عندك تعليق يعني قبل ما أقطعك، سامحني تفضل، هل ممكن تكمل تعليقك؟ لا تحت أمرك. أنا بس أنا أنا بنضم للدكتور نجيب في طلبه قانون إنشاء دور العبادة الموحد. يا إسكاب يا اللي طلعت وقلت اتفاجئت وإنه عدد الكنائس كتير وإنه يعني دورك كعضو داخل الهيئة البرلمانية يحتم عليك أن تتقدم فورا بإخراج هذا القانون اللي حديث الأبراج لقالوا عجب من 16 سنة لمناقشته، علشان لو احنا عايزين نعالج وما نعالجش بمسكنات ونعالج وجود لازم لابد من هذا القانون أنوارا منه طيب. إذن لازم يكون هناك قانون موحد تجاه الكنائس وتجاه المساجد. طب دكتور نجيب خليني أكون كنت صريح معايا، وأنا مش عايز أورطك في نفس الوقت، لكن هل تحس أنه هناك نوع من التواطؤ أو نوع من التماطل في مصلحة المسلمين حتى ما يعملوش قانون زي ده؟ أكيد، لأن شوف يعني الأخ عضو مجلس الشعب لما صرحوا في ان يعني لا يجوز او من المؤسف او هناك استفزاز بناء وجود كنيسة امام مسجد، انما بيرجعنا الشروط العشرة للخط الهمايوني وشروط العزل الباشا. يعني ده مصمم كعضو برلمان مصمم على ان يعيش الاقباط خاضعين وجاثمين لخط همايوني اعمى من سنة 1956، ان يقتل قاعدة المساواة بين المصريين الاقباط والمسلمين في مصر، ويريد ان دستور في 46 لتكفل حرة العقيدة. وأيضا أنا أرى أن السبب في هذا كله وجود المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أعتقد أن هذه المادة هي السبب الرئيسي في وجود شبح الدولة الدينية في مصر وابتعادها عن الدولة المدنية. طيب أشكركم، وخلينا نتابع، يعني بصراحة الميديا عملت شغل كويس في هذا في هذه الأحداث الأخيرة، وأنا بشكر كل اللي كان عندهم كلمة حق رغم التحيز الإعلامي اللي بنشوفه في أحداث كثيرة. لكن هعرض مقطع للأستاذ عمرو أديب، كان مقطع حلو في الحقيقة ويشكر عليه، تفضل. ناس كتير في الأحداث بتاعت عين شمس خدتها من بشكل يعني مطلق، مش عارف مكان كان مفروض مصنع والمصنع ده تحول لكنيسة وابتدوا الصلاة في الكنيسة، فالمسلمين متضايقين ان دول ما عندهمش ترخيص. بابا شنودة بحكمته قال للناس ما تصلوش هنا تاني وقفلنا الموضوع. وأولا فكرة انه يعني ناس تقرر ان المكان يبقى كنيسة فيطلع 2000-3000 واحد يعملوا مظاهرة وشعارات اسلامية
وطبعا اندس في وسط دول ناس من جماعة حضراتكم عارفينها، ودخل فيها واحد قال تصريحات والاخره ولع الدنيا. طبعا الموقف يعني بصرف يعني كل الناس واقفة عند ان الموضوع الحمد لله اتطفى وخلص والاخره، هو طبعا خلص، بس الموقف نفسه والمشاعر وطريقة التفكير ما خلصتش. ولكن يا جماعة المسألة لازم تتحل من تحت، يعني ما تقروا الشعارات اللي مكتوبة في بتاع خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف سعود لمين والايه. يا عمي الراجل هيعمل كنيسة، ما يعمل رب يعملوا ألف كنيسة مليون كنيسة. أنا شخصيا كمواطن مصري مسلم عربي ولا عندي أي مشكلة بفي مليون كنيسة في مصر، إيه يعني ناس تصلي بفي جوامع كتير قوي، يعني إيه كانت المشكلة الكبيرة أو العظيمة في هذا الموضوع؟ لازم أنا رأيت أنه في الدورة القادمة دي ما دخلش فيها برضو قانون إنشاء دور العبادة، القانون موحد إنشاء دور العبادة، ناس اللي عندها قانون، القانون ده بينادي بيه، والدكتور أحمد كمال أبو المجد بينادي بيه بقاله سنين، لسانه دلد للراجل. يبقى في قواعد الكنيسة بتتعمل إزاي، نفس قواعد الكنيسة هي نفس قواعد الجامعة، الكنيسة بتتعمل إزاي، حدودها إيه، أقرب كنيسة للكنيسة دي، العدد السكان ليها قواعد، ويخش مجلس الشعب ويقر. اللي عايز يجي يعمل كنيسة ما يستناش تصريح من رئاسة الجمهورية. بصراحة كلام يعني معقول وفي الصميم. لكن معنا أيضا الشيخ صموئيل، أيضا هو مصري الجنسية وكان عنده تاريخ طويل ويعرف عن الاضطهاد في مصر الكثير. الشيخ صموئيل أهلا بك. أهلا بك أخ رشيد وأخ أحمد، أنا بشكر ربنا من أجلكم أن جه الوقت نشوف مسلمين عبروا أمنوا بالمسيح بيحسوا باضطهاد المسيحيين وبيعيشوا الاضطهاد وبيشوفوا الاضطهاد وبيدافعوا عن المسيحيين. أنا نفسي كتير من المسلمين المعتدلين في مصر وفي الشرق الأوسط ياخدوا موقف إيجابي زي حضرتك ويكون ليهم رأي وليهم صوت وما يتفرجوش على الأحداث، لأن النار ممكن تشتعل وتصيب الجميع. ربنا يحفظ مصر وبلادنا من اللي بيحصل. صدقني الشيخ صموئيل يعني وأنا أقولها من كل قلبي أنه الواحد قلبه يتمزق لما بيشوف إخوته المسيحيين بيتهانوا بهذه الطريقة من طرف الآلاف من المسلمين، ومفيش حد عاقل يقف ويوقف هذا، لأنه هناك الجهل أولا وهناك أمور أخرى سنراها خلال الحلقة. لكن نفس الشيء لو حدث لمسجد وكان مسيحيين أو أي جماعة تانية وهجموا الناس وهم بيعبدوا الله في مكان معين دور عبادة، سيكون نفس الشعور، لأنه لا نحب أن يضطهد شخص يعبد الله وهو آمن في مكان العبادة. خليني أقول لك بصراحة يا أخ رشيد، وأنا مصري عارف الوضع في مصر، إن ده سيناريو أمني من أمن الدولة. السيناريو زمان كان يعمل توازن بين الشيوعيين في مصر والجماعة الإسلامية أيام السادات، ولما طلعهم عشان يحصل التوازن وصلت النتيجة إن هم اللي قتلوا السادات بعد سنوات. وأنا خايف من اللي بيحصل دلوقتي، اللعب بورقة المسيحيين عشان يسكتوا الجماعات الإسلامية أو التطرف الإسلامي، ويلعب الأمن لعبة خطيرة إن هو يدي الفرصة لضرب المسيحيين وبعدين يتدخل للسيطرة على الموقف. طيب ما هو ده سيناريو مكرر وكلنا عارفين، مش عايز أحكي الأحداث، من أيام صنبوا قتلوا 14 واحد وقبضوا على فرغالي القاتل، وكانت المحكمة حكمت عليه 3 سنين سجن بعد ما قتل 14 واحد وبعد سنة ونص أفرجوا عنه. ده شغل مش معقول. لما في الكشح قتلوا 20 واحد يتقتل وبعدين يجي الحكم المصري، الحاكم المصري، القاضي المصري يصدر حكم إنه ضد مجهول، مين يصدق الكلام ده أو مين يسكت على الكلام ده؟ لما الدكتور نجيب النهاردة بيتكلم أنا حزين على الوضع اللي في مصر والناس مش بتتكلم الحقيقة، إن ده سيناريو أمني شغال ولعب بورقة المسيحيين وموضوع دور العبادة. ما هو إحنا سمعنا دلوقتي من الأخ المذيع المصري إن الدكتور كمال أبو المجد مقدم ملف كامل عن بناء دور العبادة، ومجلس الشعب بقاله كام سنة مش عايز حتى يبحث الأمر. يبقى إذن دي سياسة، سياسة لعب ضد المسيحيين
والجميع موافق عليها. وبعدين لما تلاقي يقول لك 3000 واحد، لا دول 10000 واحد يخرجوا. ازاي 10000 واحد يخرجوا الا اذا كانش فيه تعليم ضد المسيحيين في كل المساجد اللي في المنطقه بتعلم، وفي كل المدارس بيعلموا كراهيه الناس تطلع. الشباب اللي طالع دلوقتي عنده 20 سنه، ما هو ده بيتعلم 20 سنه تعاليم اسلاميه ضد المسيحيين، عشان كده تجمهر. والأسوأ يا اخ رشيد ان المسلمين المعتدلين بياخدوا موقف صامت، اللي هم الاغلبيه. لو قلنا في 20 مليون متطرف في مصر، ففي 50 مليون واحد معتدل. فين صوت المعتدلين المسلمين اللي هم مفروض ياخدوا موقف عملي ويدافعوا عن اخواتهم المسيحيين اللي مش بيعملوا اي حاجه؟ كل الاحداث بتقول دايما ضرب وقتل وسفك دماء. اشكرك شيخ صمويل. خليني ابدا في اخذ مكالمات من مشاهدينا ايضا حتى ما نتاخرش عليهم. فضل. الدكتور ناجي من الولايات المتحده، اهلا بك. الو، معاكم النهارده. ايوه سامعني؟ سلام، اتفضل. اهلا. سلام ومحبه الرب يسوع المسيح. مش عايز اطيل عليكم. انا بصفتي عملت في الامراض النفسيه، انا بارى ان الشعوب لها سيكولوجيه ايضا زي الافراد. وانا بفسر هذا الكلام بان اخواتنا احبائنا المسلمين مش قادرين يحلوا مشاكلهم ضد امريكا واسرائيل. فزي ما قال كاتب كبير اسمه مصطفى عدنان في احد الصحف منذ سنوات، انا اسف للتعبير يعني، قال ما ادركش على الحمار مسكه في البردعه. يا اخي يا مسلم، يا اخي يا مسلم، روح شوف حل مشاكلك في بلاد اخرى، وفي ضد امريكا اذا كنت عايز، وضد اسرائيل ما تجيش على الحيط. انت شايفها انه واحد بيشفي غليله يعني من اشياء كثيره بتحصل في العالم بيشفيها في المسيحيين، على اعتبار انه المسيحيين في الثقافه الاسلاميه الجماعيه هم موالين للغرب. بالضبط، وهم بينسوا تماما كل المواقف اللي احنا عملناها من اجلهم والتضحيات. يا اخي انا كطبيب طيب وجهه نظرك مفهومه دكتور ناجي، واشكرك. وخليني اخذ مكالمه اخرى من الشيخ إدريس. أهلا بك من لندن. السلام عليكم أخ رشيد. سلام شيخ إدريس، كيفك؟ بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أشكر لك، طيبة مباركة، وللأخ أحمد. أهلا بك شيخ إدريس. الله يخليك، تفضل. أخي والله أريدكم أن تتحملوني في هذه الحلقة أو في هذه المداخلة. دائما بنتحملك يا شيخ إدريس. بارك الله فيكم. أشكرك، تفضل. أول نقطة أريد أن أقولها هي أن أقول أنني أدين كل إنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده الذي يضطهد إنسانا آخر من أجل معتقده ومن أجل دينه. انطلاقا من قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وانطلاقا من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وانطلاقا من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه آيات بينات توضح على أن ديننا يرفض الاضطهاد على أساس ديني أو أساس عقدي أو عرقي إلى غير ذلك من الأسباب الخارجة عن الإرادة. ثاني نقطة هي أنني أنصحكم في قناتكم الحياة ألا أندعوها، فإنها منتنة. دعوا أن تلعبوا بمشاعر الناس وأن تصوروا بعض أخطاء المسلمين، سواء كانت هذه الأخطاء من قبل جهاز أمني أو جهاز أو دولة. خليني أخذ ودي معك شوية في الكلام شيخ إدريس. أول شيء يعني هل لا تريدنا يعني أن نتكلم عن هذه الأحداث يعني بالمرة على اعتبار أنه ممكن هي تزيد الوضع تأزم؟ هل هذا قصدك؟ لا لا، طيب. ليس هذا قصدي. طيب، لأن أنا مش فاهم يعني قناة الحياة ما تستغلش أخطاء. إحنا لحد الآن بنتكلم عن حاجة حصلت، يعني عن حدث
حصل ونعلق عليه كما يعلق عليه أي شخص تاني. جميل، أريد أن أعلق على هذا التدخل. طيب خليني أرد على الجزئية الأولى، لأنه أنت أعطيت مجموعة آيات تقول بأن الإسلام متسامح مع الناس، وأنه يعني أنا حاول ياريت أقدر أصدقك، يعني أنا حاول أصدقك وأكون معك في الخط، لكن بالمقابل هناك تيار إسلامي وأنت شيخ وتعرف هذا الأمر، أنه يقول أن الآيات التي استشهدت بها هي آيات منسوخة، لأن الآيات اللاحقة التي تلتها خصوصا في سورة التوبة 5 أو سورة التوبة 29 هي كلها ناسخة لهذه الآيات المسالمة التي تدعو إلى السلم، وهي كانت في مرحلة من مراحل تطور الدعوة الإسلامية، فكان الوقت يحتاج إلى هذا النوع من السياسة، لكن ألغيت بعد ذلك عندما تقوى أو تقوت الدولة الإسلامية. هذا الرد الأولاني. الرد الثاني، إيه رأيك مثلا في الذي يحصل في مصر لو قلنا أنه له أساس ديني أيضا؟ مثلا لو قرأنا فتاوى ابن تيمية وهي مشهورة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ويتكلم بالضرورة عن مصر. سئل السؤال التالي في الجزء 28 صفحة 632، سئل عن الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور، إذا ادعى أهل الذمة أنها أغلقت ظلما وأنهم يستحقون فتحها، فهل تقبل دعواهم وهل تجب إجابتهم أم لا؟ تعرف شو أجاب ابن تيمية؟ قال إن علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة، متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة، يعني الأرض التي أخذت عنوة كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك، لم يكن ذلك ظلما منه، بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته، وإن امتنعوا يعني المسيحيين عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم. قال أيضا أن المسلمين لا يجوز، المسيحيين لا يجوز لهم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان بأرض، والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفار، لا كنائس ولا غيرها. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومبني على حديث. تفضل. شكرا جزيلا. النقطة الأولى هي أنك قلت هل لا يمكن أو لا ينبغي لنا أن نتحدث عن هذه الأمور، وأنا أقول لا، هذا ليس قصدي. قصدي إذا أردتم أن تتحدثوا عن أمر فيجب أن تأتوا بطرف وطرف آخر يمثل الرأي الثاني. مثلا لو أردتم أن تتحدثوا عن هذا الأمر هنا في هذه الحلقة كان لزاما عليكم أن تأتوا بإنسان معتمد له فهم واسع بالدين ليريكم رأي الإسلام في هذا الأمر. البركة فيك يا شيخ إدريس، احنا فتحين الخطوط، والبركة فيك، انت اتصلت الآن. لا، مداخلة حتى ولو كانت طويلة لن تكون بمثل أن الناس مثل أخونا أخ الكريم والشيخ صموئيل والأخ الآخر ربما جبرائيل، عذرا على دكتور نجيب جبرائيل. طيب المهم لا يمكن ان ليس هذا من العدل في شيء، يجب طيب. ان تأتوا بانسان اذا اردتم وجهة نظر طيب. يمثلها انسان فيجب على وجهة نظر نتجاوز هذه النقطة. احنا انا اقول لك يعني بصراحة ومش خايف، مش يعني نقولها مجاملة او اي شيء، نحن فاتحين الخطوط لاي طرف اسلامي يريد أن نرد أن يرد على ما نقول، ما عندناش أي مشكلة مع هذا الأمر. خلينا في النقط التي رديت عليك بها. جميل. النقطة الآية أن آية السيف أنها ناسخة، هذا كلام مردود بكلام الله، مردود بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مردود بتاريخ المسلمين الذي بدأ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما نعيشه الآن. يا أخي الكريم، عندما فتحت مصر كم كنيسة كانت؟ تستطيع أن تجيبني عن هذا السؤال؟ لا أعرف عدد الكنائس، لكن كانت مصر مسيحية إلى الآن. تلك عفوا
مصر كانت مسيحية وعدد الكنائس لا أعرف بالضبط عدد الكنائس اللي كان موجود. بالتأكيد أقل لأن في كتير اتهدم وكتير ما معدش بناءه بناء على قرار الخط الهمايوني وبناء على العهد العمرية. ففي كنائس اتهدت وفي كنائس احترقت وفي كنائس باظت ما عرفوش يصلحوها. ده غير كمان ايه ان الكنائس اللي اتسرقت وحولت الى مساجد زي مثلا مسجد السيدة زينب هو كان في الاصل كنيسة. طيب الشيخ ادريس بس كم النقطة في الله تفضل بارك الله فيك. السؤال الجوهري هنا هل بعدما دخل الاسلام إلى مصر إلى الآن منذ دخولي في الإسلام إلى الآن هل عدد الكنائس ازداد أم نقص؟ الجواب أنه ازداد. طيب. وهذا كفيل بأن يرد على أن روح الدين ومقاصد الدين ورحمة الدين لا تمنع بناء الكنائس إذا كان لإخواننا المسيحيين حاجة فيها. المسألة على أن آية السيف ناسخة للآيات الأخرى هذا كلام غير صحيح ولا يتماشى مع ديننا نهائيا. هل لا يوجد علماء ينادون بهذا الأمر؟ هؤلاء العلماء مع على رجاحتهم وعلى احترامنا لهم كلامهم يؤخذ منه ويرد. لأن إذا أرادوا أن يسقطوا هذه الآيات في معاملتنا مع إخواننا المسيحيين فلماذا هل آيات أننا يجوز لنا أن نتزوج بالمسيحيات هل هي منسوخة؟ أن نأكل ما ذبح من طرف يا سيد إدريس تأكل من طعام المسيحيين مش معناه نفس الشيء أنه تسمح لهم ببناء الكنائس. ما تخلط المواضيع. يجوز لك تزوج بالمسيحية مش معناها أنه تسمح لهم ببناء الكنائس. هذا لتكسب النساء لدينك أكثر. هذه أمور معروفة. خلينا في الجوهري. أنا أعطيتك كلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يجوز ويجوز هدم بناء الكنائس، والرسول قال في حديث في سنن أبي داود لا تجتمع قبلتان في بلد مسلم. فتفضل رد على هذه النقطة. يا أخي الكريم هذا الحديث، عفوا أخي رشيد ممكن أتكلم؟ طبعا. شكرا. أخي الكريم هذا الحديث ينبغي أن لا يجتزأ من سياقه ويفصل عن لحاقه. هذا الحديث أنا أقول لك حديثا آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تأخذ المصاحف إلى بلاد غير الإسلام. هل معناه أننا الآن أنا في بريطانيا الآن يجب علي أن أحرق مصاحفي؟ لا. معنى هذا الحديث أننا لا ينبغي لنا أن نحمل المصحف إلى بلد. طيب هل ممكن تشرح لنا الحديث ده وده فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية بنفسه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية مع احترامنا لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من مرجعياتنا التي نقتصر بها، لكن هذا الكلام يعارض النصوص، وبالتالي كما قال تلميذه ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام أحب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وبالتالي أنا أردد ما قاله تلميذه ابن القيم اللصيق به الذي يقلده حتى صدقني ما جاوبت عن أصل الموضوع، لأنه محمد طرد قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وطرد اليهود والنصارى من جزيرة العرب. محمد قال لا يجتمع قبلتان في أرض أو في مصر بحسب الروايات، ومحمد هو الذي أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يسلموا أو يقتلوا إن لم يختاروا أي شيء. الآية التي أتيت بها في سورة التوبة. نعم 29. يقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون. سمعناها كذا مرة شيخ. ولا باليوم الآخر. طيب. لا هل ممكن ترد على الكلام؟ يعني الآية صار كل واحد يعرفها الآن. لا تترك لي يا أخي رشيد. إذا سألتني فاتركني أجيب. أنا بعطيك صدقني أعطيك، ولكن أنت تحوم حول الموضوع ما تذهب لصلب الموضوع. طيب خليك معايا. الأخ أحمد عنده تعقيب أيضا، تفضل. هو بس هو تعقيب صغير على جزء من اللي قاله الشيخ. الشيخ قال إن ابن القيم
تلميذ ابن تيمية رد كلام ابن تيمية. مش في هذه المسألة، هو لم يرد عليه في هذه المسألة. طيب. ابن تيمية في كتاب في كتابه في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني وصفحة 663 و664 اتكلم عن العهد العمرية وقال إن قال عن إيه؟ شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة طرقوها بالقبول وذكروها واحتجوا بها، ولم يذكر ولم يزل ذكر الشروط العمرية على سنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعض الخلفاء وعملوا بها بموجبها. ده كلام ابن القيم. اللي أنا عايز أقوله، الشيخ إدريس بيتجاهل كل اللي قاله علماء المسلمين وبيحتفظ بإسلام جديد وبيقرأ كتاب إسلامي جديد إحنا ما عرفناش عنه. يعني بيقول تاريخ الإسلام منذ بدايته إلى الآن، منذ البعثة إلى الآن بيدعو للسلام وبيدعو. هو إحنا بنقرأ أنهي كتب في الإسلام؟ هل درس المغازي للواقدي؟ هل درس حروب الرسول؟ هل درس غزوات الإسلام؟ هل درس الفتوحات؟ خليني أرجع لك. الدكتور نجيب جبرائيل، أنا مش عايز، أنتوا رجال قانون، أنت والأستاذ أشرف إدوارد، مش عايزين ندخلكم في مجادلات دينية في نفس الوقت، لكن هل هناك إحساس في مصر أنه يغدى من طرف الشيوخ في المساجد، يغدى من طرف نصوص معينة، تيارات معينة تغذي إحساسهم بأنه لازم يشيلوا المسيحيين من مصر؟ هو ليس ليس بالضرورة كما قلت سيد رشيد، وإنما أستطيع أن أقول أن الطبقة المثقفة والمستنيرة بدأت تتغذى وبدأت تكثر في مصر، وأيضا كثير من المسلمين المعتدلين يقفون بجانبنا، وليس هذا مجاملة وإنما هذا هو الحقيقة. لكن برضو يحتاج الأمر إلى تنقية المناهج التعليمية، تنقية بعض أجهزة الإعلام، بعض الأجهزة المخورة أو المرئية، مما يحض على كراهية الآخر. وخاصة نحن أيضا نريد ألا يكون هناك فجوة بين النصوص والتطبيق، فنحن من المؤسف نحتفل اليوم بالذكرى 60 للإعلان عن حقوق الإنسان، ومصر عقدت مؤتمر دولي مؤخرا للاحتفال بهذه الذكرى. أعتقد فقدنا لسبب أو لآخر الدكتور نجيب جبرائيل. أتمنى يكون معنا الأستاذ أشرف إدوارد. سمعني أستاذ أشرف؟ نعم. تفضل. نفس السؤال أوجهه لك، هل هناك يعني الشيوخ مثلا، سمعت أنا أنه المسجد اللي كان أمام الكنيسة الشيخ هو الذي غدى مشاعر الغضب في قلوب المسلمين حتى خرجوا بالألاف ليحتجوا أمام الكنيسة؟ لا، وانا عايز اقول يعني استكمالا لكلام دكتور نجيب، نعم، ما نقدرش نقول انه الشيخ هو اللي غزى مشاعر الغضب في اخواننا المسلمين لاستنكار قيام الكنيسه، لان هو مولود ثقافي، يعني ده منطقه شعبيه لا تتمتع باي نوع من انواع الثقافه، ثقافه قبول الاخر. دي بنفتقدها في مثل هذه المناطق الشعبيه، وبالتالي اي اثاره من اي شخص ممكن انها تؤدي الى حدوث هذه الاحداث بشكل وبائي. ده يفترض ان احنا نقول ونطالب الدوله فعلا بتغيير المناهج وبتعديلها وتنقحها وتنقيتها من بعض الاراء اللي هي بتحث على كراهية الآخر، وإلا يكون مبدأ المواطنة اللي هو نص عليه الدستور في تعديله الأخير يكون حجر على ورق. يعني أنا إزاي بنادي بالمواطنة داخل جمهورية مصر العربية وهناك تطبيق ليها مختلف تماما عما يقصده المشرع؟ إحنا فرحنا كأعضاء وكمسيحيين داخل جمهورية مصر العربية لأن هناك مبدأ المواطنة تم تطبيقه بالفعل داخل البلد. نعم. طيب خليني ارجع ليك، خليني مختلف تماما يعني. طيب انا فهمت فكرتك، خليني ارجع ليك لانه معنا الدكتور نجيب رجع، فخليه يكمل مداخلته. تفضل دكتور. تفضل. فانا الحقيقه يعني زي ما انا بقول ان المؤسف ونحن نحتفل في مثل 60 والعالم كله يحتفل بحقوق الانسان وفي ظل ما اسمته العام الماضي هو عام 2008
وعن المواطنة. وفي ظل انعقاد مؤتمر القدس بالقاهرة الأسبوع قبل الماضي أن تنتهك مبادئ الإعلان على حقوق الإنسان وضفق النجاة في المدى 18 التي تنص على حرية الاعتقاد وأن تمكن الدولة الفرد من ممارسة عقيدته بعلانية والتعبير عنها. فأنا مش عارف يعني من الذي يمتنع دون مبرر؟ هل الحكومة؟ دكتور نجيب، هل من السهل الحصول على رخصة بناء كنيسة؟ دكتور نجيب، هل من السهل الحصول على رخصة بناء كنيسة مثلا؟ طبعا من الصعب الحصول على رخصة بناء كنيسة، بل من الصعب ايضا الحصول على يعني مبرر حتى تدعيم حائط قابل للانهيار في كنيسة. لأن برضو حتى المشروع حتى هنا لابد أن تحتاج موافقة أمنية، ومن الصعب أن تحصل على هذه الموافقة الأمنية. وعلى سبيل المثال كان هناك كنيسة في إحدى القرى محافظة الشرقية من 8 سنوات وحتى الآن، والمياه الجوفية تغمر حائط هذه الكنيسة وخشية وقوع الأسقف الخشبية بين حين وآخر والجدران، وما زالت حتى الآن الموافقة بين بين مكاتب الأمن حتى الان لم يحصل. اشكرك دكتور نجيب. خليني اخذ مكالمه من احد المشاهدين. اخ هاني من مصر، اهلا بك. اهلا بك اخ رشيد، ازيكم؟ نشكر احب احيي دكتور نجيب، هو اصلا كان مدرس في مدرسه الاحد، و يعني عندي مداخلة صغيرة كده هون بعد إذنكم. تفضل. موضوع التعديات على الكنائس في مصر ووقوف قدام الكنائس اللي هي لا يمكن في حاجة تعمل فيها. أنا ممكن أديك أسامي أماكن وأسامي كنائس يتعمدوا بنا جوامع قدام الكنائس وكنائس كثيرية. تمام؟ يعني عندك في كنيسة، هقول لك حاجة بسيطة جدا، في كنيسة في حتة اسمها لعدوس. يتبنى قدام منها جامع عنوة، تمام؟ عشان الكنيسه دي لازم يتحط لها حد. بسيطه جدا، في كنايس في منطقه مثلا في منطقه الشرقيه في مصر القديسه بربارة، دي جاب بينها مجمع كبير جدا جدا جدا. كنيسه القديسه بربارة دي من ايام من الخمسينات مبنيه، الجامع اللي بقول لك عليه والمجموعه اللي هي بتاعته، اذا كان قران كريم، تعليم قران والحاجات دي كلها، مبني في السبعينات. طيب الكنيسة عاملين جنب منها مقلب زبالة، ما عندكش فكرة عامله شكله ازاي. طيب اشكرك الاخ هاني. واخ احمد، هل عندك يعني اخر رصيد؟ انا كان ليا تعقيد بسيط، خليني انا هرجع لك بعد شويه، لانه عندنا فرصه ندي الاخ احمد ايضا يتكلم عن هذا الموضوع. يعني هل من السهل يعني نقول انه هذه الافعال لها جذور في الشريعه الاسلاميه زي ما وضحت، يعني خصوصا في حديثي مع الاخ احمد، مع الاخ ادريس. حضرتك قلت راي الامام ابن تيميه في الموضوع دوت، وقلت الحديث اللي قاله محمد رسول الاسلام في الموضوع دوت. سامحني، المخرج بيقول لي نوقف مع فاصل ونرجع. نتوقف مشاهدينا مع هذا الفاصل ونعود بعده لتكملة هذه الحلقة. من نتبع، محمد أم المسيح؟ كيف كانت حياة كل منهما؟ ما الذي قاله أتباعهم عنهم؟ حياة محمد وحياة المسيح مقارنة علمية فريدة من نوعها، ترقبوها على برنامج سؤال جريء. برنامج سؤال جريء، حوارات بناءة. في ناس كتير بيفتكروا انه احنا خاينين، احنا ما بنحبش بلدنا، ما بنحبش شعبنا، لكن هذا خطأ. أسئلة جريئة، هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ قضايا ساخنة، إن أنا ومراتي أمننا بالمسيح عن اقتناع، وحنفضل مؤمنين بالمسيح عن اقتناع. مناظرات محترمة، هل عندكم دليل تاريخي أن المسيح لم يصلب؟ هل عندكم دليل مادي من غير الالتجاء للي نصوص الآيات؟ مشاعر إنسانية، غرضنا في الأخير ليس أي شيء آخر، غرضنا هو
تبيان محبة المسيح في هذا الكتاب. ترقبوا برنامج سؤال جريء في الأوقات التالية. عودة مشاهدينا، تكملة هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. أذكركم مرة أخرى أنه لسبب تقني انقطع أو ينقطع البث أحيانا وأخرى، وسنعيد بث هذه الحلقة بعد نهاية البرنامج مباشرة. أخي أحمد، كان سؤال موجه لك، يعني النصوص، هل ممكن أن نقول أن هذه الأمور التي تحدث لها أصل تشريعي في الإسلام؟ أكيد طبعا. تعرف حضرتك لما محمد أجل اليهود من يثرب، ذهب وهو يصيح إن الأرض لله ورسوله، في حاجات بيسموها أحكام الكنائس والبيع والضيع. من الأحكام ديت على البلاد اللي مثلا كان الإسلام ناشئ فيها فأسلموا عليها، فده نوع من الأحكام ديت لا تقوم فيها كنائس بالمرة خالص. وفي بلاد المسلمين لما انتقلوا وارتحلوا عمروها، يعني عملوا مركز أو مدينة أو عملوا بلد، يعني زي البصرة والكوفة والحتة دي لا يحدث فيها كنيسة، وإن أحدثت تهدم. في بلاد بقى فتحوها المسلمين عنوة، زي مصر. طيب يقولوا فيها إيه؟ أما البلاد التي فتحت عنوة فلا يجوز تمكينهم من أحداث بيعة ولا كنيسة، بمعنى اللي موجود هو موجود، إنما ما تزودش حاجة عليها. ينقصوا مش يزيدوا. ولو اتهدت ما تقيمهاش، والأرض بتاعتها تؤخذ لبيت المال. كمان بيقول لك البيع الموجودة قبل الفتح الملكية قالوا من ممكن نسيبها بس بشروط. الحنفية قالوا يمنعوا من الصلاة فيها وتغلق وتبقى كالمساكن وتسكن لكن لا يصلى فيها. الحنابلة قالوا إنها تتهدم لأنها صارت بلاد مملوكة للمسلمين. والشافعية قالوا لازم تهدم بما علم من الدين في الدين بالضرورة. طيب يعني هل ممكن نقول أن هذه الأمور تترسب في الذاكرة الجماعية للشعوب الإسلامية، فصاروا يشوفوا أن أي كنيسة هي كفر، مش لازم تقوم، مش لازم تكون، مش لازم تبنى، وتناقلت عبر الثقافة الشفوية يعني في البلدان الإسلامية؟ ما هو الآية بتقول إن الدين عند الله الإسلام، فأي حاجة تانية غير الإسلام غير مقبولة. ده حتى كان في أحد العلماء كتب وقال إن الصلاة في الكنيسة إهانة لذات الله، يعني مكان كفر بالضبط. طيب خليني أخذ مكالمة من السيد الأب بولس. أهلا بك. الله معك أخي رشيد. أهلين، اتفضل. سلام المسيح معك ومع الأخ أحمد. سلام المسيح، اتفضل. من فضلك مداخلتي فيها شقين. أهلا. هو شق سياسي، الشق الآخر هو شق ديني. أيوة. الشق السياسي بيقول قال الرب يسوع المسيح أعطوا لقيصر ما لقيصر وأعطوا لله ما لله. نحن المسيحيين نعطي الحكام في دولنا العربية الطاعة والخدمة والاحترام. طيب وما بيقدروا يزودوا علينا بهالأمور هاي، لكننا بنحارب معهم ومنقدم لهم اي معونه بيطلبوها. طيب ايه علاقه ده ببناء الكنائس؟ لسه انا مش فاهم. انا حلها شو العلاقه. ايوه. ربنا يسوع كمان اعطانا تعليم بسيطه كثير حلوه، قوم لكم اذا اضطهدوكم وعيروكم قالوا عنكم كل كلمه سوء من اجل الكاذبين افرعوا وابتهجوا فان اجركم عظيم في السماوات. طيب لشعب مصر المسيحي لا بتحمل هالإهانة. طيب هل معناها ما نطالبش بأي شيء؟ يعني أنا مش عايز، هل ما نطالبش بأي شيء؟ ما نتكلمش، بس نقعد ساكتين يعني؟ لا، اللي بده وصل له أنا في عندنا قانون بالكنيسة يقول أؤمن بإله واحد وإله
وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. طب أنا لسه مش الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية اللي وفي عندها اتحاد. طب الـ معلش الأب بولس الأب بولس الأب بولس السيادة المطارني. طيب طيب أشكرك الأب بولس وخلينا نمشي للأخ حمادة من فرنسا. أهلا بي. أهلا بك يا أخ رشيد، مساء الخير. مساء النور، تفضل. سلام لحضرتك والأستاذ أحمد، ربنا يقويك. أهلا بك حبيبي. أنا عايز أقول لحضرتك أنا مدخلتي في الشقين، يعني الشق الأول شقين كمان. معلش. طيب معلش، إيه حكاية شقين اليوم؟ معلش هما يعني مداخلة صغيرة مش طيب يعني طيب مفيش مشكلة. الأول الأخ إدريس اللي هو داخل أيوة. يشوش ويدخل ويلف ودور، طبعا ده كلام مش غير حقيقي والكلام واضح وصريح في الإسلام. أول حاجة، والإسلام ساعة لما دخل مصر قطع اللسان اللي بيتكلموا اللغة القبطية والوحيدة اللغة القبطية، حتى الأتراك لما احتلوا أرمينيا سابوهم بيتكلموا باللغة بتاعتهم، لكن الإسلام لما دخل له مأخذة يعني ناسب دخل قال لك اللي يتكلم باللغه القبطيه يقطع لسانه، خد الكنائس وحولها لجوامع اللي هو بيقول لك زادت وما زادتش. ثانيا بناء الكنائس المسيحيين في مصر شيء من الرابع المستحيلات. اذا كان توالدت، انا متاسف، اذا كان توالدت او دوره ميه حبت تصلح لابد ان يكون من قرار من رئيس الجمهوريه. تلاقيها فين؟ ده في السعوديه وفي كنيسه تتصلح بدون قرار من رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهورية وفين ودن من طين وودن من عجين. وثانيا أنا عايز أقول لحضرتك من ساعة بصراحة أنا آسف جدا يعني وبكل صراحة السيد رئيس مجلس الشعب الأستاذ الدكتور فتح سرور متعصب ضد المسيحيين، وده حقيقة بغير قابلة للتشاور، لأنه هو اللي بينيم كل القوانين وهو اللي بيرفع، ومعروف تعصبه من ساعة ما كان وزير التعليم وكان بيتهجم على المسيحيين وكان بيدس السم في الكتب الدراسية ضد المسيحيين، وده معروف كويس قوي وهو سمعني. وبعدين سيد الدكتور فتحي سروش سيسأل أمام محكمة لاهاي، واحنا حاليا في أداة القرار وإن شاء الله قريب هو ومديرين الأمن والسيد وزير الداخلية الذين شاركوا في كل المذابح في أقباط مصر. أشكرك أخي حمادة على هذه المداخلة. أتمنى الدكتور نجيب جبرائيل والأستاذ أشرف يكونوا لا زالوا معنا. الدكتور نجيب يعني تعليق أخير قبل ما نعم تفضل. أستاذ رشيد شوف يعني إحنا بص يعني مع احترامي للمتكلمين لا نريد أن نفتي بشخصيات معينة أو ب يعني وأنت حريص على هذا قبل أن أقول يعني. لا صح. لا هو أنا بعطي حرية للناس تعبر عن أراها، لكن ليس بالضرورة هذا رأي البرنامج. ثلاثة أمور. ثلاثة أمور. الأمر الأول يجب تغيير ثقافات متشددة ضد المسيحيين في مصر. وهذه هي إحدى وظائف منظمات المدني. الأمر الثاني وجود تفعيل قوانين موجودة في القانون الأوروبي المصري. في المادة 98 التي تحض التي تعاقب على الزراء الأديان والتعرض للمشاعر الدينية. ثالثا وجوب استصدار وعلى وجه الفور قانون جديد موحد لبناء دور العبادة. وهنا أنا أناجي السيد رئيس الجمهورية الذي لا يتوانى في تفعيل المواطنة في مصر أن يتدخل بما له من سلطات دستورية وقانونية في أن يتقدم مجلس الشعب بمناقشة القانون الموجود لديه في هذه الدورة البرلمانية الحالية. أشكرك الدكتور نجيب، ونسمع كلمة أخيرة من الأستاذ أشرف أيضا. هو تعليق أخير طبعا أنا أتفق مع الدكتور نجيب، ولكن إذا لم تحل مثل هذه المشاكل بطريقة جذرية ستندلع الكثير والكثير والكثير من هذه المشاكل مرة أخرى، وحنفضل ندور في حلقة مفرغة وما عارفين نحل حاجه. حل الموضوع ده بمنتهى البساطه. أيوة. وتردا على سؤالك يا استاذ رشيد في بدايه الحلقه وهو هل يعامل القبطي والمسلم سياسيه في بناء دور العباده؟ انا اقدر اقول لحضرتك لا وبالفهم المليان، لانه الاخ المسلم له الحق وحده ان يقيم مسجد في اي مكان في اي قطعه ارض قضاء. أما المسيحي علشان
يرمم مش يرمم على كم يوضح دولة مياه كميسة ليرتدها المواطنين للصلاة على ثاني يقضي حاجاتهم ممنوع علينا ان احنا الا بعد ما ناخد تصريح من رئيس الجمهورية طبقا للقرار اللي صدر سنة 2005 لازم ناخد القرار من محافظ المحافظة بمهدلة علشان ارمم دولة مياه. نتمنى يسمعوا الحاجات دي ونتمنى يقوموا بتفعيل قانون يعني يوحد بين الكنيسة والمسجد ونفس الشروط تنطبق على الجميع. أشكرك الأستاذ أشرف ونتمنى تكون عندك مداخلة تانية معنا بحلقة قادمة أيضا. طيب نأخذ بعض المكالمات من الإخوة المشاركين أيضا. السيدة مجدة من الولايات المتحدة أهلا بك. أهلا أخ رشيد، سلام الرب يسوع معك أنت والأخ أحمد. سلام المسيح. أنا بس تعليقي أنا مش فاهمة معنى كلمة استفزاز لمشاعر المسلمين. أنا بعرف أن في قطعة أرض في الفيوم تقدم بها المسيحيين لبناء كنيسة، وكان الشرط الوحيد لموافقة المحافظ أن تقسم إلى قسمين، قسم جامع وقسم كنيسة. لك أن تتخيل بيحصل بينهم حائط واحد. فأي نوع من الاستفزاز؟ هو أنا لما أصلي وأعبد إلهي بالطريقة اللي أنا بعبد بيها هذا استفزاز لمن؟ وكان كلام الأخ الشيخ إبريق أنا كنت متناقض، وهو لم يجاوب على أي شيء. قدم طبعا صورة الإسلام الغربي اللي هو لأنه عايش في لندن، ما قدرش يتكلم عن الجهاد، ما قدرش يتكلم عن الكره الشديد وعدم اعتراف الإسلام بأي دين آخر. هو قدم إسلام المحبة والسلام والرحمة وقبول الناس والتشجيع على، لأنه عايش في بلد أوروبي وهو له هدف آخر طبعا. فأنا مش فاهمة معنى كلمة استفزاز بمعنى الحرفي. يعني حد من علماء الأزهر يرد ويقولها شخص مسيحي يقوم يصلي، ومن أعطى هؤلاء الناس اللي تجمهروا حول المبنى حق تنفيذ القانون؟ نعم. إلا إذا كانوا عايشين في بلد يغيب فيها فعلا سيادة القانون. صح. علشان أنا لما أشكرك أختي مجدة، أشكرك على مداخلتك. أخي أحمد، يعني أنا من مثلا من المغرب، في المغرب بغض النظر يعني على الأقل أنتم عندكم كنائس في مصر، إحنا الكنائس الموجودة هي للكاثوليك والأنجليكان وبعض للجالية الغربية المقيمة عندنا بالمغرب، غير كده ما فيش كنائس للوطنيين، يجتمعوا بالبيوت بيغلقوا الأبواب وكأنهم بيعملوا حاجة يعني غلط، يعني خايفين من الحكومة، وهذا ينطبق على الجزائر وتونس وكل البلدان العربية. أما في السعودية فأنت عارف حدث ولا حرب، فمفيش. ومع ذلك نسمع أنه الإسلام متسامح وفي حرية عبادة، والشيخ إدريس حب يقدم لنا إسلام يعني ولا في الأحلام، يعني الواحد مش عارف هل هذا الإسلام حقيقي. ليه المسلمين بيستغلوا الحرية في الغرب، بيبنوا جوامعهم زي ما هم عايزين، تسع الآلاف، بيعملوا لها ديكورات زي ما هم عايزين على قد مساحات شاسعة؟ ليه حد الآن مش فاهمين إنه الحرية لازم تعطى للجميع في أي مكان في أي وضع، ما تتقيدش بقيود؟ أولا لأن هم الأعلون بالنسبة لهم، بالنسبة للمسلمين هم أعلى من كل فرد. إنك تكون مسلم فده بالنسبة لك درجة أعلى من أي إنسان آخر. ده في العقل بتاعهم والتفكير بتاعهم. تاني حاجة إن جعلت الأرض طاهرة طهورا، تفتكر حضرتك حلقة الصلاة، الأرض كلها طاهرة مسجد وطهورة ومسجد لهم. ثالثا قال لهم رسولهم إنهم ينتشروا، وقال لهم ان هم يعمروا البلدان وينشروا الكلمة. وفي طبعا حكاية التقية او التقية او التقية زي ما تحب تقولها، ان هم بيروحوا مكان وطالما في عليهم يد من حديد بيبقوا نعمين ومسلمين. اول ما بيزداد عددهم، اول ما بيزدادوا قوة بيقوموا وبيحولوا. معلش انا عايز أكون خرجت سنة واحدة عن الموضوع، بس عايز أنوه عن العهدة العمرية أو شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة.
يعني الألفاظ بتاعتها حتى يا أخي رضي الله عنه. هو أنت رجعت للإسلام ولا؟ معلش مش فاهم حنيت لا يكون قريب حد نزعله ولا حاجة. بص يقول لك إيه، ما رواه سفيان الثوري عن مسروق ابن عبد الرحمن ابن عتبة قال كتب عمر حين صالح نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديرا ولا صومعة ولا كنيسة ولا ألا يالراهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليالي يطعمونهم إتاوة ولا يأووا جاسوسا ولا يكتموا غش المسلمين ولا يعلموا أو ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه. المهم ما يعملوش أي شيء بيوروا بيه عبادتهم أو شعائرهم. لا ده كمان لازم يوقروا المسلمين، يعني أنت لو أنت مسيحي وأنا مسلم وأنا جاي ناحيتك تقوم تقف عشان أنا أقعد. طيب خليني وفي الآخر بيقول لهم إيه معلش للآخر بس يقول لهم أذلوهم ولا تظلموهم. هو في بعد الظل ظلم. خليني معنا الشيخ صموئيل. الشيخ صموئيل يعني حابب أسمع تعليقك، إحنا ما تكلمناش معاك صار لنا مدة يعني دقائق معدودة. مش عايز تسمع علينا. طيب معلش نديك حقك كمان. اتفضل. يعني أنا حزين بقول لك على اللي بيحصل في مصر، ولازم يبقى فيه موقف إن هو يتشكل محكمة أهلية دولية تتابع الأحداث اللي بتحصل وتكتب بصراحة مين المتسبب وراء كل الأحداث. إذ ما كناش نوصل للحقائق ونعلنها هتستمر السيناريو في أحداث متوالية. يعني عندنا تاريخ، لو قلنا في 10 سنين اللي فاتت كم كنيسة حصل معاها نفس الموقف وتهجمت أو اتمنع بنائها أو حصل فيها مشكلة، ده ملف كبير. عشان كده عايز أقول لحضرتك بشكرك من أجل البرنامج ومن أجل الصراحة ومن أجل الوضوح. لكن كمان عايزين أوجه هذا النداء لكل المؤمنين حول العالم، عايزين تشكيل لجنة أهلية مش رسمية لكن على الأقل فيها قضاء يناقشوا القضايا اللي بتحصل في مصر ويقولوا الحقائق من المتسبب، لأن طول ما يكون مفيش إظهار للحقائق هيستمر السيناريو ويؤدي بمصر لمراحل صعبة جدا في المستقبل، وهذا لا نتمنى أبدا. شيخ صموئيل احنا بنعرف كلنا بنعرف انه الإسلام شيء كعقيدة، لكن المسلمين فيهم الناس المعتدلين اللي عندهم يعني تفكير منفتح، تفكير يعني عايزين يسندوا حصول الناس على حقوقهم وحريتهم، زي ما سمعنا مثلا الأستاذ عمرو أديب قال كلام محترم يعني ومعقول. كتير من المسلمين معتدلين. إيه الكلمة يعني اللي توجهها لهم؟ التقييم بتاعي إن في 20 مليون متطرف أو متشدد في مصر، لكن في 50 مليون مسلم معتدل. المشكلة إن المعتدلين واخدين موقف صامت لأن خايفين من الهجوم عليهم. حتى رجال الصحافة والإعلام لما بيتكلموا بيتأذوا، حتى عمرو أديب اتأذى وحضرتك عارف قد إيه ضربوا السيارة بتاعته لما مرة اتكلم في صالح المسيحيين. يبقى إذن محتاجين موقف جماعي مساندة، موقف لإنقاذ مصر، لإنقاذ بلدنا، لإنقاذ شعبنا من التطرف ومن التعاليم المتطرفة. الناس اللي بيعلموا تعاليم إسلامية معتدلة بيهاجموهم. طيب. يبقى إذن عايزين موقف جماعي، وإن حتى الناس اللي بتسمع خارج مصر ما تقفش موقف متفرج، لكن فعلا تتحول لمحاكمة للأحداث عشان إظهار المتسبب وإصدار حكم عليه. أشكرك. وخلينا ناخد مكالمة من سيد إسماعيل. أهلا بك. تحياتي. اتفضل. نعم هاي بس بدي أرد على الشيخ إدريس. أيوة. كانت الكنائس والأديرة في بلاد الرافدين والشام بعدد نجوم السماء في فترة زمنية قصيرة زالت كل هذه الكنائس على يد محمود غازان وتحولت إلى الجوامع، ولا زالت آثارها موجودة إلى يومنا هذا. من أين جاء محمود غازان بتعاليمه حتى يقضي على الكنائس والأديرة في بلاد الرافدين وبلاد الشام؟ ليس جاء تعاليم إسلامية محمدية؟ هل هناك كنائس وأديرة في الجزيرة العربية وبعض الأماكن في الدول العربية كليبيا
بعض المناطق في الجزائر، في المغرب، في تونس وأهل الجرة. صح. تستطيعون أن تخفوا الشمس في الغربال، هذه حقيقة وهذا هو مصحف الإسلام. تحياتي لكم جميعا وشكرا. أشكرك. طب خلينا ناخذ مكالمة من سيد مصر من فرنسا، أو سيد نصر. نصر أهلا بك. أهلا وسهلا مساخرة أستاذ رشيد. مساء النور أستاذ أحمد وكل الحاضرين، وشكرك على البرامج، البرنامج الرائع دون. أشكرك برضو. أنا كان عندي شقين بس مش هقول الشقين. واحد. تفضل. هي الأخت نجدة ردت على الأخ إدريس، بس أنا عاوز أقول له تاني الأخ إدريس، يا شيخنا الفاضل ما تنساش إحنا مشيتنا إسلامية وثقافتنا إسلامية وتعلمنا إسلاميا، فخلي الكلام اللي انت بتقوله ده لدول الغرب الكافر تضحك عليهم وتكذب عليهم كما شئ، لكن احنا عايشين في الواقع. ودليل كلامك انت يوجد كنيسة في السعودية مثلا انت سماحة الإسلام محمد ما قتلش كل المسيحيين اللي في السعودية. خليني اقول لك، انا في احدى القرى السعيد مصر في كنيسة أثرية من القرن الثاني الميلادي، القرن الثاني الميلادي، باسم السيدة العذراء. ما فيش حسوا بس الإخوة المسلمين احنا هنعمل بياض بس للكنيسة، جامع بتاع جامع يوم الجمعة الله أكبر، والجهات دخلوا على الكنيسة كسروها وخطموها. من القرن الثاني الميلادي سرية. دوار ذلك يوجد 12 كنيسة نفس القرية اتحولت كلها لمساجد. لمساجد. ومعلش هطول عليك يا عم رشيد، بص قصة تاني. نعم. في بعد هذه البلد دي في قرية عزبة بتاع 500 بيت مسيحي ما فهمش كنيسة، فالأب الكاهن بروح يصلي ليوم حد في حاجة اسمها البتاع اللي هيك المتنقل. فالمسلمين حسوا ان النصارى يعملوا كنيسة. ما فيش 3 شهور وبقى جامع على النصية وسموه جامع النصارى. سموه جامع النصارى. فأهل القرية يروح يصلوا 2 كيلومتر بعيد عشان ياخدوا حسنات أكتر، ويسألوهم أنت تصلوا فين؟ يقول لك نروح نصلي لجامع النصارى. أيوة. فهذا يعقل يا شيخ إدريس؟ وأين سماحة الإسلام يا شيخ إدريس؟ طيب. أشكرك سيد ناصر. وناخذ مكالمة أخرى من سيد من سيدة أم يوسف من السويد. أهلا بك. سلام الرب يسوع المسيح معك يا أخي. سلام المسيح معك، تفضلي. أنا عم بحكي معك من السويد من ستوكهولم. أهلاً. كنا بالكنيسة يوم الأحد وبلغنا الأسيس بأنه أكبر كنيسة بتركيا وأقدم دير هو بعد كنيسة صوفيا، استولت عليه الدولة التركية، ورح نطلع مظاهرات يوم الأحد بعد الصلاة بمدينة بيدرتاليا ضد موقف تركيا من وضع اليد على الأملاك الكنائس. فأضم صوتي إلى صوتكم وأبلغ كل شخص مسيحي يطلع مظاهرة قدام السفارة التركية، لأنه أكثر الكنائس السريانية بعد ما ذبحوهم حرب العالمية الأولى والثانية وطردوهم أخذوا كنائسهم وعملوهم جوامع. فشعب المتخلف رح يبقى متخلف. معلش معلش من غير من غير من غير تجريح، معلش، لأنه في ناس يعني مش عايزين نجرح، مش عايزين نجرح. طيب أشكرك. ناخذ مكالمة أخرى من سيد هاني من لندن. أهلا بك. ألو. ألو، تفضل أخويا. أهلا، مساء الخير أستاذ رشيد، ومساء الخير أستاذ محمد. أهلا بك. وأنا عايز أجري مداخلتي عشان من شق واحد المرة دي، اللي هي عشان خاطر مصر، مش عشان الكنيسة ولا بناء الكنيسة. لأن إحنا المسيحيين بنؤمن بكل حاجة قالها السيد المسيح، والسيد المسيح وعدنا إن أبواب الجحيم لم تقوى عليها فيما يخص الكنيسة. فنحن نؤمن بكل كلمة قالها المسيح، والكنيسة إحنا عارفين إن ربنا اللي بيبنيها مش إحنا اللي بنبنيها. أنا عايز أتكلم وأقول مدخلتي عشان بلدي مصر، اللي هؤلاء المتطرفين المتأسلمين عايزين يدمروها وعايزين يقلبوها إلى غابة. أنا عايز أمسك تصريحات عضو مجلس الشعب
السيد المحترم محمود مجاهد اللي هو المفروض نائب نائب الشعب. صح. ونجح في المطرية عن أصوات مسيحيين ومسلمين. صح. لما يطلع يقول إن المسيحيين بيستفز المسلمين بوجود كنيسة قدام مسجد هم اللي عايزين يبنوه، أنا عايز أسأله سؤال وأتمنى إن هو يجاوب عليه. في أديرة في مصر في الجبال يا أستاذ رشيد. نعم. في الجبال فوق يعني تطلع لها بعربيات تقعد ماشي في الجبل ممكن 20-30 كيلو مدق في الجبل. لما بيطلعوا يعملوا مثلا جامع او اي مركز اسلامي قدام هذا الدير، ايه الهدف؟ يعني مفيش حد ساكن في الجبل بيطلع يصلي في قدام هذا المكان اللي هو قدام الدير. واحنا المسيحيين هذه الاشياء لا تضايقنا، لاننا نحن نؤمن بحق الاخر. نحن نؤمن، احنا بنؤمن ان عقيدة الاخر بنؤمن وبنقبلها، بنقبل الاخر. فدي حاجات ما بديناش، لكن انا عايز اقول له هل يعقل ان يوجد مئات القرى في مصر ما فيش كنيسة واحدة في اي قرية عشان الناس يصلوا فيهم ويذهبوا الى المدن الكبرى عشان يصلوا ويؤدوا اشعارهم الدينية؟ طيب اشكرك. ايوه اتفضل. من فضلك حاجة اخيرة، عايز اقول ان مصر فيها كتير زي معتز الدمرداش وزي عمرو اديب، دول لازم يقفوا وقفه جامده جدا مع المسيحيين ضد هؤلاء المتطرفين اللي عايزين يبوظوا البلد. وحاجه اخيره عايز اقولها للمسيحيين في مصر، ان هذا الاضطهاد اللي بتتعرضوا ليه وهذا التمييز اللي بتتعرضوا ليه بيقويكم وبيقوي الكنيسه القبطيه اكتر واكتر. وشكرا. أشكرك أخويا، ويعني بنضم ليك نفس الرسالة أنه الظلم ما بيستمرش، الظلم ما بيستمرش للأبد. أخ أحمد، إيه تعليقك؟ قدامنا 3 دقائق يعني عشان نختم البرنامج، يعني عايزين كلمة هيك للمسيحيين أولا، لأن الواحد كتير من المسيحيين بيحسوا بالظلم وقهر يعني لما بيشوف حاله في وضع زي ده. إيه الرسالة اللي تقولها له؟ أحب أقول لإخواني المسيحيين في مصر وفي كل العالم اللي بيشعروا بالاضطهاد واللي بيقع عليهم الاضطهاد وخصوصا في مصر، يا جماعة دايما الاضطهاد بيقوي الإيمان، بيخلينا نتمسك بالرب، خلينا نتمسك بالكنيسة، خلينا نقرأ في الكتاب، خلينا نقوي إيماننا، خلينا نفتح أذهاننا، وخلينا بالرغم كل المضايقات اللي ممكن تقابلنا نوريهم المسيح فينا. خلينا نحبهم ونزيد في محبتهم لغاية ما يسألونا انت بتحبونا ليه، ونقول لهم عشان المسيح أحبك قبل ما احنا بنحبك. وروهم قد ايه احنا فعلا اخوة ودماءنا دماء واحدة وشعب واحد وكنا بناكل في طبق واحد. وروهم قد ايه ان مهما عملوا احنا برضو بنغفر لهم لانهم اصلهم كانوا زينا مسيحيين. وياريت تصلوا لهم وما تصلوش عليهم، لما تصلوا لهم اذكروهم بالخير واذكروا ان الرب يتفقدهم ويحل في وسطهم ومحدش يسيء اليهم عشان المسيح، لانه انتوا دلوقتي سفراء المسيح وسط الاضطهاد دوت. وزي ما التلاميذ والرسل اضطهدوا انتوا كمان بتضطهدوا دلوقتي، وهيعلو شأن الكنيسة ويكون المجد كله للرب في مصر. اشكرك اخي احمد، وانا بشجعكم بقول لكم ربنا معاكم، اكيد انه هذه الامور مش هتستمر للابد. اذكر مشاهدينا في اي مكان انه الحلقه ستعاد مباشره الان بعد نهايه البرنامج. نعتذر عن الاسباب التقنيه اللي حصلت، كل الاعطال اللي حصلت، لكن نعدكم انه هذه الامور هتتحسن مع الوقت. فحلقتنا المره القادمه ستكون عباره عن تمهيد لحلقتين، عبارة عن دراسة، حيكونوا يوم 25 ديسمبر ويوم 1 يناير في 2009. فالحلقة القادمة هتكون تمهيد إلهم بين محمد والمسيح، مقارنة علمية هدفها توضيح الفروقات بين الاثنين ولماذا نتبع المسيح وتركنا اتباع محمد. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.